مرحبا أعزائي المشاهدين، اليوم راح نقدم لكم كبة حلب، كبة الرز. طبعا التمن مالتنا قلاصين مال تمن طبخناهم بس مي وملح وكركم، ينطبخون وبعدين نبرده. ورا ما نبرده يعني على مود الوقت سويناه، حضرناه جاهز بارد بدون دهن، ما نخليه دهن وبس ملح، ومثل ما قلت ملح وكركم، ونخليه الى ان يستوي استواء يعني تقريبا مستوي زين. وبعدين نخليه له نصف دي سي لتر او 3 ملاعق من المقصم المطحون، نخليه بهذا الشكل. وبيضة إذا تحبون بيضة تخلون بيضة وياها على مود يصير لونها ذهبي، ونخلط هاي المواد جيدا، وبعدين نضربها بالماكينة، والأحسن يكون ماكينة من محضرة الطعام. هذيك شوية تسوي تمرد تسوي مثل اللزج، ترموه بالماكينة هاي. إذا يحتاج مي نخلي له شوية مي، أو ويا العجن ويا يعني الثرم مالته نخلطه زين. ونفس الحالة نقلي وحدة ونجربها ونشوف شلون يكون طعمها ويكون شكلها. هسه بهاي المرحلة راح نقطع العجينة مالتنا، نشوف شلون صارت ناعسة وجيدة، يعني لا هواية ناعسة ولا. نقطع كل العجينة اللي عندي بهذا الشكل على مود يسهل يصير الشغل أسهل. مجمدة بس للتخزين المقلاية أحسن، إذا كميات كبيرة واحد يسوي يقدر يجمدها يقليها تبرد ويجمدها. هسه نبلش بالحشو، ناخذ الوحدة هيج بهذا الشكل، نخففها شوية بالتساوي، ونخلي الحشو مالتنا بهاي الطريقة، ونسد العجينة ونحاول نطلع الهواء مالتها، ونسويها هذا الفورم بهذا الشكل، وناخذ وحدة ثانية نخففها، وناخذ حشو نحشي. طبعا الحشو مالتها يكون لحم بقر مفروم قليل الدهن، او هي من واحد يبدي يقلي شكو دهن واحد يقدر يصفي من يقليها، اللي يحمس اللحم بدون بصل نحمسه، ونخلي له بس بهارات وفلفل اسود وملح. طبعا الكبر انتم تتحكمون بيها، تريدون اصغر تريدون اكبر شوية انتم تتحكمون بكبر الكبة حلب بهذا الشكل. تاخذون كل حباية وتخففوها شوية، ما تكون خفيفة حيل، تقريبا نص سنتيم يصير السمك مالتها، على مود الحشو لا يكسرها الكباية، لانه إذا صارت أخف لازم الحشو يكون أنعم على مود لا يكسرها.
دائما نطلع الهواء على مود لا تفرقس علينا بالطبخ بالتقلاط، لانه اذا بيها هواء تتفرقع ويطلع من عندها الحشو بهذا الشكل. نضغط بالنص وبعدين نفتح بهاي الطريقة. كل واحد عنده طريقة الخاصة بالفتح هاي الكرات مال الرز. وهسه وقت الحشوة، سنكتلها هيج نكتل الكبة حنا بهذا الشكل. نفتح بالنص حفرة أو نضغط بالنص ونفرها بخفة ونحط ملعقة طعام حشو أو أقل أو أكثر، أنتو حسب ما تريدون حسب الرغبة، مو إجباري هاي. وتسووها بهذا الشكل طولانية، نسميها كوبة حلب. وتقدرون تسووها أيضا مثل البتيتا تشاب نفس الشيء، والمهم واحد يسويها مكورة طويلة. أكو ناس يسووها هيك، أكو ناس يسووها مثل البتيتا تشاب بهذا الشكل، وأكو ناس تفتح غير شكل، تحط الأصبع وتحفر حفر. أني أضغط ضغط مثل ما شوفت لكم، نضغط بالنص ونسوي فتحة كبيرة، وبعدين نخففها إلى نشوف التخفيف مالتها مناسب. هذاك الوقت نحط حشو ونسد المكان على مود لا يطلع الحشو من عندها. وبهاي ليش نضغط عليها ضغط على مود شكو هو يطلع من البتيتا، لا بالقلي يتمدد الهواء وبعدين تنكسر الكبة ويتطفر الدهن علينا. على مود هاي بهاي الشكل، واحد يضغط شوية على البتيت على القطعة مال الحلب مال كبة الحلب على مود يطلع الهواء كله. وبعدين نحط جدر على النار إذا قربنا نخلص، على مود يحمى الدهن ويكون حامي ونسقط الكبة الحلب مالتنا بوحدة ورا الثانية، وبحيث انه نخليها تاخذ شوية لون. واني اذا يريدها طبعا كريسبي من برا يضربها من الماكينة مرة واحدة على مود العجينة تطلع كريسبي. وطبعا نوع الرز هم لا يأثر، اكو رز ما يصير بهاي القرشة، اكو رز لا يصير بيه قرشة. فاحنا شو نسوي؟ نجرب واحدة، إذا صارت نكمل على اثنين ضرب مرتين بالماكينة، وإذا ما إذا صار كريسبي نخليه على واحدة على ضربة، يعني نضربه مرة واحدة بالماكينة. وهاي الطريقة شوية نبلل، دائما نبلل إيدينا بالماء على مود لا يلزق كبة الحلب، لأنه كبة الرز يلزق باليد يصير لأنه نشا مالته هواية. فمن هيجي نسوي شوية نبلل ايدينا بيه. البتيتا تشاب ما نبلل ايدينا بالمي، نبللها بالزيت على مود يزحلق البتيتا بيدينا ما تبقى تلزق بيدينا. كل نوع من الكبة لها طريقة. وهسه حاليا بدأ الزيت مالتنا يحمي يفور، نخليه ننزل الكبة على بوحدة ورا الثانية بحيث ان تكون شوية بعيدة عن الثانية، وبعدين من تجي على مود لا تلزق واحدة بالثانية تكون اسهل بهاي الطريقة. وبعد مرور نصف دقيقة تقريبا نحرك الزيت بهذا الشكل على مود تتحرك الكبة حلب لتبقى مكانها ثابتة وما تلزق، على مود شوية تتحرك. وبهاي الطريقة نقدر احنا نخلي الشبشير كمان مرة ثانية ونحركه إلى أن نشوف الفقاعات قامت تقل، معناته الكبة حلب مالتنا صارت تقريبا جاهزة. وبهذا الشكل راح يصير شكلها حلو مقرمش وطيب. هاي وصفتنا لليوم،
وأرجو منكم لا تنسونا بالاشتراك بالقناة إذا كنتم مشتركين، ولا تنسون تسوون تفعلون الجرس على مود يوصل أي شيء جديد، طبعا هذا فضلا ولا أمرا، وباللايكات الحلوة مالتكم لا تنسونا أيضا، وهذا يكون تشجيع لنا على مود نقدم وصفات جديدة ووصفات قديمة مع أكلات شعبية وأكلات غربية. وإن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وهاي الأكلة، وكثير مشهورة بالعراق والعراقيين يعرفوها، دائما تكون بالمواد موائد العزايم والشغلات هاي، تكون هاي موجودة مع الكباب الباقية كطبق لذيذ وشكله حلو ومميز. وهسه راح نطلع هاي الوجبة الثانية أيضا، ونخليها طبعا نخليها بالمصفات، هي ما راح تاخذ هواية زيت، الرز من قليل ما ياخذ هواية زيت، بس مع ذلك نخليها بمصفاة على مود ينزل شكو يبقى ده خارج كبة حلب الزيت، وننزل الوجبة مالتنا بهذا الشكل كل الكوبة إذا نريد نقليها ونفرزنها. وإذا ما نريد نقليها ونفرزنها نخليها بصواني، ونخلي طوابق ونخلي فوقها نايلون، ونخلي الطابق الثاني والثالث وهيج كل طابق نايلون بيناتها، ونخليها بالفريزر ليلة أو أكثر، وبعدين نطلعها نخليها بالأكياس كل 10 كل 15 تشيز كل وجبة، يعني انتو ايش قد الوجبة مالتكم تطلعون كل مرة تاكلون، تقدرون تطلعون وتحموها بالميكرو او بالفرن، طبعا بالفرن يكون تكون كأنه هسه مقليها لانه تصير كريسبي، بالميكرو مايكروويف تكون شوية طرية طيبة، هي تكون ايضا بس تكون شوية اطرى من الباقي. شفتوها شكلها كان شكلها النهائي يشهي وكلش حلو، حتي الصوت مالتها مقرمش، يعني بدون ما واحد يكون دي ذوقها مقرمشة تكون، لأن قطعت الصوت اكو خرخشة الساحبة والش اسمه، خليت هذا الصوت اسويها. بهاي الحالة راح نكمل تقلا إلى أن نخلص. ليش نحركه على مود لا يصير عندنا هيج حمار بصفحة جهة معينة تكون في قاعر الجدر، سببها أنه تركض قاعر الجدر. هذا طبقنا الشكل النهائي بهذا الشكل، قليناها وكملنا، وطبعا شوفوا حتى صوت القرمشة بدون ما بعدها حار شوية، بدون هاي بدا يطلع قرمشة مالته. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالاشتراك بالقناة، إذا عجبكم الفيديو لا تنسون بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ودعمكم هذا يشجعنا ننزل على طول أفلام وأكلات جديدة أكلات قديمة. وصحتين وعافية، مع تحيات مطبخ الشيف أدوان.